السلام عليكم. وكرة واش من كرة تفضل يا زكي؟ ولكن شكون يضربها؟ والجواب هو ميشيل بلاتيني، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو من أبرز اللاعبين اللي نجباتهم الكرة الفرنسية وفاز 3 مرات بالكرة الذهبية الأوروبية. جونفي 1981، نادي سانتيتيان الفرنسي كيواجه في كازا فريق الوداد البيضاوي في واحد المقابلة اللي جلبات جمهور غفير، والكل كان بغي يتفرج في النجمين المعروفين الهولندي جوني غاب والفرنسي ميشيل بلاتيني. هاد الماتش كانت عنده صبغة خاصة بالنسبة للمدربين. الفرنسي روبير إيربان شارك كلاعب ديال فريق سانتيتيان في منافسات كأس محمد الخامس عامي 1968 وعام 1970. أما مصطفى بطاش فهو كان أحد أبطال النزال اللي كان جمع فريق الوداد وفريق سانتيتيان في عام 1956 في واحد الدور إقصائي ديال كأس فرنسا، وكان سجل الهدف الوحيد ديال الفريق البيضاوي. وبعد المقابلة فميشيل بلاتيني ساهم بشكل كبير في الفوز ديال فريق سانتيتيان على فريق الوداد ب2-0، وهو اللي كان هازم في 76 أمام المنتخب الوطني ديال حمد فراس صحبة فريق نانسي. وفي 83 ميشيل بلاتيني كيلتحق بنادي جوفنتوس العريق اللي غيفوز معاه بكأس أوروبا للفرق البطلة في لقاء نهائي معروف بنكسة ملعب هيزل أمام ليفربول. اللقاءات بين ميشيل بلاتيني والكرة المغربية استمرت في إطار آخر، فالنجم الفرنسي ليوصل 2 مرات لنصف نهائيات كأس العالم لكرة القدم كسب رهان تنظيم فرنسا لنهائيات كأس العالم 98 على حساب الملف المغربي. والخليفة ديال ميشيل بلاتيني في الكرة الفرنسية كيبقى بدون شك اللاعب الكبير زين الدين زيدان اللي لعب هو في المغرب في زيارة أخرى من زيارات عمالقة الكرة العالمية. مع السلامة.